أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل متاع الدنيا قليل ولا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كلهم من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاء أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى
يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وما نصدق من الله حديثا. صدق الله.